ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله على امه محمد اجمعين. النهارده نعمل طريقه الفطير المشلتت انا ونهى. طنط بتعلمهولي انا جايه هنا اعلمها انا اللي مش هتعرفش تعمل الفطير انا اللي هعلمها ان شاء الله. أيوه. باذن الله هي هتعمل مقاديرها عندها على القناه بتاعتها وانا هعمل بتاعتي على القناه عشان أيوه هي عملت لي قناه أمل. هي عملت لي قناه بالقوه الجبريه وغصب عني. أيوه وقالت لي لازم تعملي وتنزلي من يوم المحشي بتاع القانون. ايوه هنعمل صح. مع بعض الناس عجبت بيها. هنعمل مع بعض النهارده بقى ونجرب ونشوف يا رب. لا مش هنجرب انتي بروفيشنال فيه يعني. يا رب يعجبكم ويا رب يعجبها ويا رب. أيوة يعجب كل الناس اللي تتفرج ان شاء الله. عايزين بقى ناس كتير تخش تعمل لايك وتعمل مشاركه. عايزين 500 لايك ان شاء الله. مش طمعين في اكتر من كده وربنا ييسر ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى نشوف مع بعض المقادير والطريقه هنعملها ازاي. انا ما بحطش نشا انا هعمله بنفس الطريقه اللي انا اتربيت عليها واهلي علموهاني. ماليش دعوه بقى بالنشا والزيت والحاجات دي. انا هعمل بطريقه انا اللي اتعلمت عليها. هنعمل مع بعض ده كيلو دقيق الضحى وذره ملح وميه. ده اللي هو العادي اللي احنا اتربينا عليه. ما بحطش عليه نشا وما بحطش في العجين زيت ولا بحط قشطه ولا زبادي ولا اي حاجه. في ناس بتحط سكر. لا عشان يحمر هو كده كده اصلا مش محتاجه انه يحمر. ماشي. هنعجن مع بعض شويه ملح صغيرين كده اهو بين صوابعنا اللي هو ملح السنه مش اكتر من كده. بس هنعجن مع بعض. انا الدقيق بياخد ميه حسب طريقه العجن بس واللف. في ناس وحسب كل نوع دقيق وفي ناس بتمشي بالمعايير بالكوبايات. فممكن نطلع مره ناشف ممكن نطلع طري. لا هنعمل عادي زي ما احنا متعودين. بس الفطير معروف بيحتاج فرن نار عاليه صح؟ أوه. عشان ما يطلعش ناشف. طنط انت نخلت الدقيق قبل ما تعمليه صح؟ طبعا نخلته عشان ايه؟ هناخد شويه دقيق صغيرين عشان ايه جت طريه شويه مننا. لما تلاقوها كده ملزقه في بعض بتزودي ميه. هنفضل نعجن بقى كده لحد بتزودي دقيق. هنفضل كده نعجن كده لحد ايه ما العجين يفصل من كل مكان ومن ايدينا كله يخرج. بلمها كده اخر بقى شويه كده عشان ايه نسيبها بقى تستريح شويه. نقطعها ونسيبها تستريح شويه. حطيتي شويه دقيق على الترابيزه عشان ايه تتلم ميه بقى ونخلصها تتلت كويس. هي اسمها تتلت كويس تتلت عشان متقطعش مننا وتبقى ناعمه بقى متبقاش خشنه خالص. ولو هم عندهم عجانه يعملوا فيه. انا عندي عجانه بس بحب عجانه بايدي احسن. ايوه وعشان برضو لو حد ما عندوش عجانه يعملها بايده. طنط قالت لي احط لها شويه زيت هنا علشان تقطع عليه العجين عشان ما تعملش مننا قشره. وبتتغطى. بتتغطى عشان بس زي القرص كده. ايوه بالظبط كده. كده كفايه؟ لا زود شويه كمان. قطعت العجينه لثلاثه قسمي كده لثلاثه اهو. انت هتعمل لنا الفطير بانهي طريقه؟ مين انت عاوز ايه؟ انا عايزه اللي هو اللي بيتفرد طبقات فوق بعض. ايوه. وعايزه اللي هو بيخش جوه بعض. ماشي يعني واحده كده واحده. ماشي. هنعمل دي اللي هي تخش في بعض كبيره. بتبقى كام كره بقى الكبيره دي؟ لا دي واحده. دي كره واحده. دي الفطيره الكبيره اللي شلتتها العاديه اللي هي بتبقى الفطيره الكبيره. هي دي. هنعمل التانيين. في اللي بيبقى زي الرقاق بيبقى كذا طبقه 10 طبقات بيبقوا على بعض دول. اهي واحده كبيره وست تسع صغيرين. كده العجين خلاص. عملنا واحده كبيره نعمل بيها الفطيره المشلتت العادي اللي هو الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه. وعملت 10 صغيرين هنطبقهم في قلب بعض برضو فطير بطريقه ثانيه. تعالوا مع بعض بقى نشوف نطبقه ونعمله ازاي. بس هتريحيه سيبه بالصراحه بتاع 10 دقايق معانا عجين الكيلو العجين بتاعي انا كمان. ماشي. نجيب كيس بلاستيك نضيف كده ونحط القماشه عليه عشان تستريح شويه. وهعجن بقى انا الكيلو العجين بتاعي الكيلو دي بتاعي انا على القناه بتاعتي ونرجع لكم كل ده استريح وبقى كويس ان شاء الله. ودي
ام علي بتاعتي انا اللي عاملاها وانا برضو اللي واكلاها. نقفل بقى مع بعض الفطير. هو ارتاح كده خلاص؟ اه كده استريح بقى كويس خلاص. هنقفل بقى العجينه بتاعتنا وهنعمل بقى الفطير المشلتت وهنشوف بقى هنعمله ازاي. يلا معانا نشوف نظبطها ازاي، نشوف بقى الفطيره في الاخر هتبقى عامله ازاي. انت حطيتي يا طنط سمنه على زيت؟ سمنه بلدي وزيت على بعض عشان تبقى حلوه، تبقى خفيفه ما تبقاش تقيله قوي. وممكن زبده؟ ممكن زبده عادي صفراء، زبده فلاحي عادي، ما تسيح يعني تبقى سايحه بس ما تبقاش مقدوحه. ففي ناس بتحب تعمله بزيت بس، فحسب كل رغبه كل واحد. في ناس ما بتحبش السمنه البلدي، في ناس ما بتحبش تعمله بسمنه بلدي بس. فهنشوف مع بعض الطريقه عامله ازاي وهنفرد مع بعض. دي زيت كبيره؟ دي الكبيره اللي هتشتريها، مش الزيت الكبيره خالص اللي احنا بنعملها العاديه. ماشي وهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. يلا بينا. يلا هفرد دي وبعد بالنشابه الصغيره دي، وبعد كده هفرد الكبيره عشان شويه دي تحت. في ناس بتفرد على الزيت وناس بتفرد على عديه يعني، فانا بحب افرد عديه شويه. بعد كده نعمل الكبيره بقى، هنعمله بالكبيره تبقى حلوه تفرد معانا بسرعه. النشابه الكبيره الرفيعه؟ اه دي هي، انا جايبه ايد مقشه من عند الراجل اللي هي الخشب الزان البيضه دي، فانا بجيبها عشان خاطر الفطير بس. دي اه بغسلها وبشيلها وبلفها في اكياس وبشيلها، اجي اعمل فطير بخرجها بالصغيره بعمل بقى الصغير برضه. دي اللي بشغلها بقى في المطبخ اكتر في الحاجات الصغيره. مين اللي علمك يا طنط طريقه الفطير ده؟ مامتي الله يرحمها، هي اللي علمتني. الله يرحمها. اه كانت نعمله على الطبليه بقى وفي الفرن البلدي، فاحلى فطير الفرن البلدي بيبقى جميل جدا. احلى فطير في الفرن البلدي لا يعلى عليه اصلا، اللي هو احلى فطير تاكليه في الدنيا كلها، ولا بقى غاز ولا فرن ولا اي حاجه. ايوه صح، موفر كمان. اه طبعا، بس الاكل فيه ليه طعم تاني. انا بسمع كده كل حاجه، كل حاجه فيه، صينيه البطاطس، السمك المشوي، فيه العيش نفسه، كل حاجه. دي كده دقيقة عشان ما تتلزقش مننا، وكده كده هنحتاج دقيقة على الرش هنا فتبقى حلوة إن شاء الله. يلا بسم الله نبدأ. بسم الله. فطاطري أمل. طبعا هو كان بتاع اسماعيل ياسين اسمه فطاطري ايه؟ حسونه. فطاطري حسونه، لا احنا هنا فطاطري فطاطري مطبخ امل. مطبخ امل عشان الطهي، الاصول الطهي العربي. ده اسم قناتها، انا اللي مختاره الاسم ده. لا بس انت اللي مختاره الطهي العربي. اه اصل هي تعمل اكل عربي واكل مصري، فقلنا بقى يبقى الاثنين. طنط انا مش هعرف اعمل الطريقه دي. ليه؟ صعبه. ليه؟ هعلمك، محدش بيتولد متعلم كل حاجه لوحده. لا بس اللفه دي ما اعرفش اعملها. خلاص خليكي في الصغير. هي طنط بتبرمها وبتفردها على النشابه. عايزه حد محترف برضو، مش حد. يلا بعد 10 مرات كده اكون اتعلمتها. ان شاء الله. لا والله طريقتها سهلة، بس هي عايزة الممارسة يعني. أنا بقالي كام سنة ما عملتش الفطير يعني، أنا آخر مرة عاملة من سنتين، وقبلهم يمكن مثلا بثمان سنين ما عملتش، وفاكرة كل حاجة الخطوات اهي. ما شاء الله عليك. هي طنط وأشرقت بيفردوا قصاد بعض اهو. هي لازم تتعمل كده علشان ما تكلكعش، عشان تبقى رقيقه، تبقى الطبقه بتاعتها رقيقه جدا جميله، ما تبقاش فيها حته تخينه، التخين ما بقاش حلو. هنعملها كده، نشدها كده، نشد كده، نجيب من جوه كده. بصي كل ما تشد تبقى رقيقه، تبقى عامله زي ورقه الكرنش. طب وافرض لو اتقطعت من حد عادي ولا؟ لا لا عادي عادي، بتروح شدنا ان شاء الله مش هتقطع حاجه، هوريك كلها هتبقى عامله ازاي. طنط هي بتفردها على الترابيزه، واشرقت اشرقت بتاعت ام علي والقهوه العربي في الفيديو اللي فات. لازم تزلنا، لازم تزلنا بعمايلها طبعا. ابن الوز عواد. ايوه صح. بتقول لكم الذل اسلوب حياه، ينفع كده؟ هما قاعدين بيفردوا قصاد بعض اهو. انا جايه هنا بتعلم، التعليم مش عيب ولا ايه يا طنط؟ يموت المتعلم وناقص عليه. ايوه
كده بعد ما فردناها خلاص وخلصنا هنحط عليها سمنه البلدي بقى ونعملها خطيره بقى نطبقها مع بعض. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هي قلت طنط، ايه رايك؟ تسلم ايدك بجد والله تحفه. انت دلوقتي حطيتي السمنه يا طنط؟ اه. سمنه تاني كده، دي اول طبقه اهو، نحط السمنه كده سايحه جميله بتاعتنا اهي. هنا كده بالهنا تضرب كده وهوريكم هنعمل فيه ايه. هتطبقينه حرف التخين ده كده، هتفردي تاني اه كده حته تبقى الحرف ده عشان تبقى شايفاها حته التخينه كله زي بعض. وهندهن كده بقى تاني. احنا الدبان مضايقنا دقيقه، عمالين نهش واقفين نهش. عايزين تصوروا في الطبيعه. ايوه في الطبيعه يا جماعه اهو، ما حد يعني مفيش حلاوه من غير نار، لازم يبقى في حاجه. نجيبها هنا يعني بتطبقي الاربعه على بعض كده اهو. هنشد كده الحرف التخين ده عشان مبقاش فيه حاجه تخينه خالص، ونرجع نحط السمنه بلدي تاني. مشركه تهش الدبان. نرجع نجيب الحته دي كده اهو. ده الفطير الفلاحي اللي احنا متربيين عليه ومتعودين عليه. دي الطريقة هي الفطير المشلتت، الفطير المشلتت هي دي الطريقة بتاعت الفطير المشلتت. تسلم ايدك والله. ربي يخليك. هنعمل كده دهنا كده خالص اهو. هنروح جايبين الطرف ده كده والطرف ده كده، ونروح دهنين شوية سمنة صغيرين كده عشان يطلع معانا كله مورق. ونجيب الطرف ده كده اهو والطرف ده كده. نجيب ده كده وده كده اهي. وادي اول صينيه هندهنها. هنحط بقى الفطيره على القفله دي، مش دي بتبقى على الوش، القفله دي هتبقى تحت تحت وتسيبيها ترتاح. نسيبها ترتاح. هنحط على وشها شوية سمنة عشان خاطر ايه ما تقشفش من هنا او تعمل طبقة ناشفة. احنا بقى بالبلدي بنقول ما تقشفش العجينة، ما تقشفش ما تعملش طبقة معانا. وهنغطيها ونسيبها تستريح شوية عما نفرد ايه بقية الحاجات التانية. هاتي يا شكرا. بس كده خلاص خلصتها، حطيتها في الصينية على القفلة، ما تحطش القفلة على الوش، على القفلة من تحت. ونسيبها تستريح شويه بقى عما نفرد ايه بقيه الفطيره التانية اللي هي تبقى وحدات وحدات، مش هتبقى فطيره كبيره زي دي. الاولانيه دهناها فردناها على زيت، على دي هنفردها على زيت عشان بقى عملنا لكم ايه الطريقتين عشان ما حدش يقول ايه لا احنا بنفرد على سمنه او بنفرد على زيت. دي لا، فبوريكم كل حاجه، احنا ما بتغلبش معانا اي حاجه. زيت ماشي، سمن دي ماشي، سمنه ماشيه، كله معانا ماشي الحمد لله. احنا مفيش حاجه بتقف قصادنا ما شاء الله عليك. بس ادي الفطير يا ست بتاعنا اهو، وده الفطير الصغير زي بتاع المحلات اللي هو بتبقى رقايه صغيره بيبقوا فوق بعض فوق بعض كده. ايوه ده اللي انا ممكن اتعلمه. اه اهو ده برضو كان طريقه حماتي الله يرحمها، هي كانت بتعمله كده برضو. ادينا مع بعض. والتانيه طريقه مامتك. طريقه مامتي ايوه الله يرحمه. الله يرحمهم هما الاثنين. ولو اتقطعت مش مشكله كده كده بيتطبقوا. لا مفيش حاجه. لا 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 بيتطبقوا. اجيب لك بقى صينيه تحطيهم على بعض ولا؟ اه هنا الصينيه وهدي. بص دي كده ودهنت بينهم سمنه اهو، هنفرد كده مع بعض اهو كده. حطيتي سمنه في النص بينهم؟ اه بين الطبقه دي والطبقه دي في سمنه كده. ونفرد كده ونفرد كده. يا رب يا رب تعجبكم الطريقه بتاعتي البسيطه اللي مش مكلفه اي شيء، كله من البيت، ما اشتريناش حاجه مخصوص، كل حاجه موجوده في البيت عندنا. السمنه موجوده والزيت موجود والدقيق موجود والفرن موجود، فكله موجود عندنا. انا بتعلم من الاستاذ اهو. الطريقه اللي هم فوق بعض دي انا لقيتها يعني سهله عن الطريقه الثانيه الكبيره دي. لا انا مش عارف اعملها لا بصراحه يعني. الاثنين حلوين، ما فيش حد بتولد متعلم، فنتعلم برضو يا نور. ماشي هتعلمها. اهي جميله، هي مالها دي جميله زي الفل. دي اللي فوق بعض طنط عملت 10 كور وبتعملهم فوق بعض، ولو اتقطعت منكم واحده برضو عادي يعني، كده كده اصلا بيتطبقوا فوق بعض وما فيش حاجه بتبان.
هتعلم بقى وابقى انا اعمله معاكم. هو الفطير ده يا طنط ممكن يتحشي؟ تحشي جبنه عادي، تحشي يعني زيتون. ممكن في النص تعملي بيتزا، زي البيتزا. ممكن تحشي مكسرات عادي. يبقى مسكر. ماشي، هنقرب لكم بقى علشان طنط تكمل معاكم وتشوفوا كويس. دي الكره الكام يا طنط؟ دي الرابعه ودي الاخيره اهي. الخمسه؟ الخمسه. فردت لكم على الدقيق وفردت على السمنه عشان ما حدش يقول ايه انتوا ليه فردتوا على الدقيق، احنا متعودين على الفطير على السمنه. لا، فردت لكم الاثنين ووريت كل الاثنين طالعين معايا مظبوطين، مفيش فيهم حاجه باظت، مفيش حاجه فيهم مكلكعه، كلهم رفيعين اهو والدنيا تمام. هنعمل كده اهي، هنفرد كده عشان بتطبقيها برده زي الظرف. زي الظرف، زي الفطيره العاديه، عشان تبقى ايه الحروف لو في حرف تخين يبقى احنا ايه فردناه يمين وشمال وظبطناه اهو. بتحطي سمنه بينهم ولا لا؟ لا كده، دي في سمنه فيها زياده ما حطيتش بقى عشان هي مخدها على زيت او سمنه، فهي فيها كتير شفاف. ماشي، حطيتها ازاي؟ هنسيبها برده تستريح ونرجع لهم بقى مع بعض نشوف بقى تكون في الفرن ازاي. بصوا بقت عامله ازاي. هنفردها شويه كده. سلام. دي اول واحده، دي اول واحده كبيره خالص، هنفردها كده اللي هي طنط فردتها كلها على الترابيزه. كده نفردها كده ونسيبها تستريح تاني ونرجع لها تاني، عشان هو بياخد وقت اما بيستريح عشان تبقى تطلع معاه. يعني كل شويه تفردي فيها. كل شويه، كل ما تستريح هنفرد فيها شويه كمان. احنا دلوقتي بنسوي الفطير، الفطير على الصاجة بتاعة الفرن على اعلى درجة حرارة، لازم الفرن يكون سخن جدا علشان الفطير ما ينشفش. اهو هو مش بياخد حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي. اول اتنين وده الفطير بتاعي، ده كان في الفرن، دول اول اتنين. هنحط دول بتاعت نهى اهي، عملتها على فرن سخن، حطيتها شوية تحت على الصاجة. بصوا مرمشة جميلة ازاي، شفتوا من تحت اللون المستكاوي الجميل اهو. لسه بقى هندوق ونقول لكم، هندوق مع بعض بره. يا رب. وده في فرن البوتاجاز العادي. ممكن بقى في ناس بشوفها بتدهن وشها قشطه قبل ما تدخلها الفرن، ما جربتش، ممكن المره الجايه نجربها ان شاء الله. دي دهناها سمنه وهي في الفرن اهي، جميل. وهندي دي برده شويه. خلصنا الحلقه النهارده، الفطير بتاع النهارده فطير حلو اهو، طالع مورق وجميل. مورق حلو جدا، هنبقى نوريكم صورته في الاخر كده من قريب. بجد الفطير حلو جدا، بصوا طري ازاي. في ناس بتقول ان هم بيغطوا الفطير، يعني انا سمعت كذا حد بيقول ان هو بيغطي الفطير. لا احنا مش بنغطيه. وبصوا طري ازاي، طري من جوه ومقرمش من بره. وطنط عملت فطير محشي بس في قناتها بقى اسمها مطبخ امل، خش عندها ونشوف. مطبخ امل هنزل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. نشوفكم على خير في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مع ألف سلامة.